يا مساء السعادة والتفاؤل على كل مشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم بيقولوا. إن شاء الله هكون معاكم أنا نيفين فران، ولمدة نص ساعة من دلوقتي. ميعادنا إن شاء الله هيكون كل يوم أربع الساعة 11:30 صباحا. اسمحوا لي أرحب بزمايلي منى. صباح الفل يا منى، ازيك؟ عاملة ايه؟ صباح الفل يا نيفين. صباح الفل يا رانيا. صباح الخير يا نيفين. صباح الخير أعزائي المشاهدين. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا رانيا، وصباح الخير يا نيفين، وصباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نبدأ معاكم بقصتنا النهارده. والقصة بتقول إن كان في اتنين بيحبوا بعض ومرتبطين من أيام الجامعة، وبدأوا ياخدوا خطوة جد في حياتهم واتخطبوا، يعني أو ارتبطوا رسميا. لكن البنت بتحكي ان بعد الخطوبة هي بدأت تعرف شخص تاني تماما، مش هو اللي كان قبل الخطوبة، برغم ان هي كانت بتروح معاه المحاضرات، وكمان كان في خروجات اللي كلنا بنعيشها في الفترة دي. لكن بتقول انها عرفته بشكل مختلف تماما، وان هو بقى شخص تاني خالص. بتقول ان هما كانوا بيخرجوا مع صحابهم، وكان بيبقى فيهم ولاد، وصحابه كمان الولاد كان بيسيبها عادي تهزر معاهم، وصحابه برضو يهزروا معاها من غير اي حدود. بتقول ان هي كانت في اسرة بسيطة ومش معقدة، لكن اسرة متحفظة كمعظم الاسر بتاعتنا يعني. لكن هو كان عادي وسايبها عادي، وكانت بتهزر، والموضوع اختلف تماما بعد الخطوبة. بدأت ان هي تعاتبه وتتكلم معاه وتقول له ده ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انت تسيبني اهزر معاهم او هم يهزروا معايا من غير اي حدود كده. لكن كان الرد عليها ان هو عادي، وانا open mind، والموضوع عادي، انت اللي مقفلة، يعني الموضوع مش عادي، انا open mind وانت اللي مقفلة، والموضوع بالنسبة لك غريب قوي. لكن هي كانت بتقول له لا، انا عايزاك تبقى حامش، يعني انا عايزه احس ان انت بتغير عليا، ان انت بتحبني. لكن هو طبعا ما عملش ده، وفضل برضو الوضع استمر ان هو سايبها تهزر عادي، سايبها تتكلم عادي، ولا كانها يعني خطيبته عادي. هي محتاجه حد حمشون، يعني محتاجه حد يقول لها لا، او يقول لاصحابه لا، او يمنعها. بس هي بتقول ان العلاقه ما استمرتش بسبب الموضوع ده، وهي كانت عايزه حد يحسها ان هو بيغير عليها، يحسها ان هو بيحبها، وسابته خلاص. لكن هي بتقول انا لما نهيت العلاقه كان في قدامي علامه استفهام، هل فعلا ممكن شخص يكون بيحب حد ويسيبه كده يتكلم مع اي حد، يعني ما يكونش بيغير عليه مثلا، او يبقى ممكن عادي. كمان يا منى يفتكر ان هي كده تقليديه، يقول لها انت كده تقليديه قوي، انت مش اوبن مايند. عشان كده ناس كتير ممكن من الرجاله بقت تحس ان هي بتبقى اوبن مايند بزياده، وكمان في ستات كتير بقت اوبن مايند وبتعرف تتعامل بطريقه مبالغ فيها زياده عن اللزوم، مش بس الرجاله، مش عايزين نبقى متحيزين يعني، بس في ستات كده للاسف دلوقتي. عشان كده خلونا نتكلم في موضوع حلقتنا عن الاوبن مايند، ونرجع لكم تاني، خلونا بعد الفاصل ان شاء الله، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبنتكلم معاكم النهارده عن موضوع كلنا بقينا بنستغربه، وهو الفرق بين الانفتاح الفكري وانفتاح الرجل والمرأة على العالم، وبين التحرر المرأة والرجل على العالم. يعني ايه الفرق بينهم؟ خلوني الاول قبل ما يعني بين ويا منى، قبل ما اتكلم في موضوع حلقتنا النهارده، اقول لكم تعريف اصلا هو ايه الشخص الاوبن مايند، هو ايه الشخص المنفتح. هو الشخص المفروض اللي منفتح ذهنيا، اللي بيفكر بطريقة مختلفة، بيفهم الناس اللي حواليه مهما كان اختلافهم بطريقة متحضرة وبطريقة شاملة كل تفكيرهم، حتى لو هو يعني مختلف عنهم وهم مختلفين عنه. يعني انت تكون متفتح ذهنيا دي حاجة، وانت تكون متحرر ومتمرد عن عاداتك وتقاليدك والمجتمع اللي انت عايش فيه، دي حاجة تانية خالص. عشان كده في فرق كبير قوي ما بينهم، وناس كتير بتخلط بين انك تكون فعلا في خلط فعلا كده، وانك تكون لا، انت تكون بقى اوبن مايند. يعني حقيقي فعلا في خلط كبير قوي بين موضوع فكره الانفتاح في التفكير اوريدي، او الانفتاح اللي هو الذهني، يعني الفكري. وفي فرق بين الحريه او التحرر. في ناس كتير قوي بتفتكر ان الاوبن مايند ده ان هو بيتحرر بقى من عقيدته، وبيتحرر من عاداته كمان وتقاليد دينه، ودي حاجه بتبقى فعلا لا، هي ده مفهوم خاطئ اصلا يعني الانفتاح
المفتاح الفكري. المهم ان احنا بنركز، يعني المهم جدا ان احنا نركز على الفكر اكتر، مش على المظهر او ان انا اتحرر في لبسي او كده، لان الناس بتاخده بطريقه غلط او بتاخد عنه فكره ان هو شخص يعني مستهتر او ان هو شخص مش متحرر خالص. يعني بالظبط يا نيفين، وكمان انتشر العادات الغلط جدا او المفاهيم الغلط زي ما انت قلتي يا رانيا عن الاوبن مايند او التحرر الفكري، وبدأ يبين علينا في تصرفاتنا وفي تعاملاتنا مع الناس وكمان في اللبس وفي الشكل، وبقينا خلاص يعني الموضوع بقى عادي، بقينا open mind زي ما بنقول. أيوة. والموضوع بقى خلاص يعني اللي هو انا open mind، فانا هلبس اللي انا عايزاه وهو هيسيبك تلبسي اللي انت عايزاه. وكمان مش الست بس، لا ده كمان الرجاله بقت open mind قوي يعني. ايوه الرجاله والستات على فكره يا منى بيبقوا يعني فعلا كمان زي ما انت قلتي، من يعني برضو من ناحيه من وجهه نظر الراجل، لا من وجهه نظر الست كمان، ان هي برضو بيبقى يعني شايفه الحريه ان هي مثلا تبقى في مبالغه الى حد ما شويه في موضوع ان السنه تشرب سجاير، في مبالغه دلوقتي بقينا نشوفها كتير قوي. البنات الصغيرين يعني او حتى الستات هي عايزه تحس انها زيه، هي زي الراجل، هي واخده المجتمع كله طبعا متجه للناحيه الذكوريه البحته في كل حاجه. الراجل ليه حقيه في حاجات كتيره، الست بتحارب عشان تاخد طبعا حقها في حاجات كتير. اكيد ده بنحارب على طول، بس في نفس الوقت هي حاسه ان هي مش واخده حقها، فبتطلع ده في سجاير، بتطلع ده في شيشه، في ان هي تقعد على القهوه زي الرجاله كده يعني. الراجل برضو يعني دلوقتي بقينا بنشوف ان الرجاله بقت يعني بتعمل حاجات غريبه، يعني مثلا زي الفيديوز اللي بتيجي مثلا على الفيسبوك او على تيك توك او على فعلا يوتيوب، هو دلوقتي بيطلع مراته او اخته او مامته عادي كده ويقول لك احنا بنعمل فيديو، الموضوع عادي، طلعهم يرقصوا بيهزروا وعادي، احنا بنعمل فيديو. بالظبط، بتحس ان هم يعني بيبقوا يعني غرضهم اكتر اللي هو الشهره او ان هم يعملوا فيوز عاليه. بالزبط. لكن مش غرضهم وان هم يتقال عليهم ان هم كده متحررين، لكن ده لا يمت الصله خالص بالحريه يعني. يعني اوقات اصلا فكره التحرر مثلا ان انت تكون قابل الاختلاف اللي قدامك، حقيقي ده اصل التحرر مهم. او اصل ان انت تكون متفتح ذهنيا، ده الانفتاح مش الانغلاق، ان واحد يكون أيوة يعني مثلا منغلق على يعني نفسه. مثلا ممكن تيجي مثلا بره تلاقي الناس عادي ان هم متقبلين ان انت مسلم وان انت ما بتاكلش مثلا لحم خنزير، هم متقبلين ده ومحترمين ده، متقبلين ده ومحترمينه، وبيقولوا لك وبيستاذنوك في اي منيو وفي اي اوبشن عشان تاكل حاجه، هم عارفين ان انت ما بتاكلش دي وبيحترموا ده، مش بيقعدوا يقول لك ايه هو انت ازاي ما تاكلش لحم خنزير ده طعمه حلو جدا، ده مش لا بيقبلوا الاختلاف، دي حريه، دي حريه العقيده ان انت يعني هم كل واحد قوي ان انت عندك مختلفه في حته وهيحترموها، فهو ده بقى الشخص المتفتح ذهنيا. لا احنا عندنا بقى بناخدها باتجاه تاني خالص، ان الاوبن مايند ده لازم يبقى متفتح وان هو عادي يتعامل عادي ويتكلم عادي، تلبس قصير البنات والولاد عارفه البنطلون الساقط. الفكره كمان ان هم واخدينها في الشعوب العربيه والشرق الاوسط يعني بحذافير الكلمه بالظبط، يعني اللي هي ايه اوبن مايند اللي هو خلاص عقل مفتوح اللي هو يعني داخلين على جوجل وعاملين سيرش ومطلعين الكلمه زي ما هي بالظبط وبيتعاملوا على انها زي ما هي بالظبط. انت فكرتيني يا رانيا بالمقوله اللي هي الغايه تبرر الوسيله، ان هو يعني بيعتبروا ان هو الغايه يعني هم ممكن ان هم يعني الانحراف ده بيبقى وسيله ان هم كده متحررين وان هم اوبن مايند، او ممكن تبقى وسيله ان هو مثلا حتى اللي بياخد رشاوي دي برده بالنسبه له يعني بيحلل بيها او بيبرر بيها. أيوة أنا الغايه بتاعته يعني انا شخص دماغي مفتوحه وباخد راسه وعين. ايوه انا اوبن نقول الفكره في ان هم مثلا ما بيمشوش على تفكير بجد، يعني مثلا بنشوف دايما المجتمع العربي او المصري لا الست ما ينفعش ان هي تشرب سجاير زي ما انت قلتي، او ان هي تتاخر بره، او لو عندها شغل، يعني احنا طبعا زي ما عارفين الممرضات والدكاتره اكيد بيبقى عندهم شيفت بالليل حقيقي، فبيضطروا ان هم يرجعوا متاخر. الممثلين كمان يعني في يعني مهن كتير قوي بتقعد. انا معاك وانا معاكم جدا ان في شريحه كبيره جدا جدا من الناس شغلها ومجال شغلها بيخليها تيجي في وقت متاخر من الليل، بس ما تجيش بنتي او ابني او اي حد من الناس اللي هم لسه اصلا صغيرين في السن 15 16 سنه وعايزين يرجعوا الساعه 12 وبعد 12 ويقول لك يا مامي عادي. لا انا عايزه اقول لك ان في مامي بقى بتحاول ان هي عشان تكون حد اوبن مايند قوي وتواكب العصر بالظبط كده، وبتسمح لهم ان هم يتاخروا، وممكن تسمح لهم ان هم يشربوا شيشه، ممكن تسمح لهم يشربوا سجاير وهم دون السن المناسب لدوت، وتقول لك يعني انا كده بصاحبهم يعني بالظبط ان هم كده صحاب يعني صحاب يعني هي كده ما بتبقاش صحاب، هو ده الغلط غلط، وسواء على فكره على الولد او على البنت، يعني الولد والبنت السجاير غلط
الشيشه غلط. ان انا مثلا الولاد دلوقتي بقينا بنشوف ان هو بيكلم مثلا 500 بنت ده عادي ومامته بتبقى عارفه. يعني المشكله ان مامته ماما عارفه عادي. كل الفكره اللي بتكلم فيها ان ده راجع قوي للتربيه. ما هو انت كام وكاب لو انتوا بجد محافظين على اولادكم برولز معينه وقواعد معينه حقيقة. انت هتيجي في الوقت الفلاني لان سنك في الوقت الفلاني وما عندكش مجال يسمح ان انت تتاخر كده. لا ولازم يكون في حزم، نوع من الحزم ونوع من يعني في صرامه شويه، بس في نفس الوقت انا مصاحبه ولادي ان انا يقدروا يحكوا لي ما بيخافوش مني، يعني في احترام بس من غير خوف عشان يكون في نوع من الحريه ليهم، يبقى لان يعني احسسهم ان هم ناس مسؤوله وتقدر تتصرف وكل حاجه بس تحت رقابتي. يعني بس هم يكونوا عارفين يعني بين ايه الصح وايه الغلط. حقيقة. دي البدايه، دي طبعا بدايه التربيه ان انت تبقي معرفه اصلا ايه الصح وايه الغلط، وصاحبني وتعامل معايا واحترمني، بس تبقى عارف من البدايه ان دي القواعد بتاعه المجتمع بتاعنا، بتاعه عيلتنا، بتاعه تربيتنا، كمان تبع البيئه اللي انت قاعد فيها. حتى حقيقة. المحيط، انت قاعد في شرم الشيخ ولا انت قاعد في القاهره، انت قاعد جوه القاهره في حته يعني عشوائيه وشعبيه ولا حته عاديه. والوجه القبلي برضو بقى عندهم قواعد غير قواعد القاهره او غير قواعد اسكندريه، فالموضوع في عادات اكتر، ممكن صرامه شويه، في مفيش حاجه اسمها حد يركع متاخر، بنت ترجع متاخر، دي حاجه صعبه. والولاد شوية. دايما لما يجوا مثلا يعني ولد مثلا يجي يتجوز بنته ولا حاجه يقول لك لا انا ما اتجوزتي بنت، انا كلمتها مثلا او صاحبتها او رضيت مثلا ان هي تتكلم معايا. طب ما انت اللي عملت كده، يعني انت اوريدي انت اللي عملت كده اصلا. انت عارفه فعلا موضوع التحرر ده بزياده او الاوبن مايند ده انتشاره، يعني في مصطلحات كده غربيه جت علينا او على مجتمعاتنا العربيه وفعلا يعني اثرت تاثير سلبي جدا، لان خلت في انتشار يعني لعلاقات كتير غير شرعيه، وكمان برضو يعني نسب الطلاق زادت جدا، كمان برضو البنات بدات ان هي ممكن تسيب بيت اهلها عايزه تستقل بقى بحياتها. ايوه بالظبط. هم خلطوا بين التحرر وبين التمرد. يعني حتى متحررين بقوا بيقولوا ان هم ايه، انا اوبن مايند، انا متمرد، انا مش عايزه اقعد معاكم في بيت واحد، انا عايزه استقل. طب ماشي، احنا مش في امريكا، احنا في مصر، احنا في مجتمع شرقي، احنا مفيش مشكله لو ده يرجع لمجالك، لو يرجع لشغلك، لو انت عايزه تنزلي القاهره تشتغلي تخشي جامعه مفيش مشكله، بس اقعدي لوحدك ساعتها، اقعدي مع ناس صحابك، اقعدي لوحدك. انما لو حاجه فعلا ملهاش لازمه هعملها ليه؟ عشان بس اسمي متمرد؟ لا، عشان ابقى زي الاجانب واللي هو من سن 18 او من سن 20 انا عايزه اقعد لوحدي، انا عايزه امشي. وكمان الفكره ان بقينا بنشوف الموضوع ده وبقت ناس بتدافع عنه، زي مثلا حوار السنجل مذر اللي طلع مؤخرا ده، وعادي بقى المجتمع بيدافع عنهم، بيدعم ده كمان، بيدعم وبيقول لا ان هو ليهم حقوق والمفروض ياخدوا حقوقهم والمفروض يبقوا بقينا زي بره. طب ما ده غلط، ده ولا دينيا ولا اخلاقيا زينا. يعني هي ظروف ساعات بتحكم الام ان هي بتوصل تكون سنجل مام، بس هي مش دعوه ان كل الامهات أيوة تبقى سنجل. يعني برضو المجتمع، مجتمعاتنا مجتمعات عربيه، محتاجه يعني نظره مختلفه، ناخد بالنا من نظره. احنا متعودين على ضوابط، متعودين على ضوابط وقوانين وماشيين عليها، والجيل بقى اللي بيطلع، الجيل اللي عمال يطلع 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 عمال يكسر في الضوابط دي وعمال يمحيها ويتمرد عليها، لدرجه الناس بقت مقتنعه ومتعوده ان ده العادي. انا بنت ترجع الساعه 1 بالليل مفيش مشكله، عادي عادي مع اصحابها عادي، ما دام ان بابليك مفيش فيلينجز وقت يعني بقى عادي. لا مش ده مش عادي، ده مش عادي يا جماعه. الاساسي الصح صح والغلط غلط. مش معنى كده ان بنتي تنزل حاجات على السوشيال ميديا تيك توك او حتى حاجات اللي هي صور شخصيه من بيتها ليها هي بطريقه فجه او غلط، وانا اقول لها عادي اصل ده مع اصحابها. لا مش مع اصحابها، انت عارفه مين تاني بيتفرج عليه؟ حتى لو هي فعلا يعني عامله 10 بس من اصحابها هيتفرجوا على الحاجه دي، هي ليه حاسه ان خصوصيتها عادي مباحه عشان صح. هي اوبن كل شيء متاح، دي حاجه. وكمان اللبس عادي، انا البس اللي انا عايزاه طالما انا ماشيه عادي، انا بلبس اي حاجه. الناس كلها بتلبس كده يا ماما، الناس كلها بقت بتتعامل كده. الزمن اتغير، الزمن اتغير فعلا، يعني اللي هو احنا الزمن اتغير، انت فاشن انت قدام احنا عادي. والفكره يقول لك مفيش غير اللبس ده، لا ما هو لو اللبس ده ما تشجعش مش هينزل تاني. يعني هي الفكره في انك ال تبقى مرتبط بمعايير معينه برضو، في حاجه معايير اجتماعيه كده لازم نبقى واخدين بالنا منها. دلوقتي المحجبات ما بيلاقوش لبس، يعني فعلا ما بيلاقوش لبس. اكيد بندوخ، اكيد رانيا عامله الموضوع احنا بندوخ ونقعد نلاقي حاجات على بعض كتير ونظبط حاجات كتير عشان تظبط وتبقى الحاجه فعلا مش قصيره، مش شفافه. كل ده يا جماعه احنا مختلفين ونقبل اختلاف بعض. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. التحرر من المسؤولية أمام الآخر مش بس
بتحرر منها، لا ده انا بكبر دماغي من الاخر. لسه مكملين معاكم على موضوع الاوبن مايند وازاي بقينا اوبن مايند او ازاي بقينا بنفهم الموضوع غلط زي ما بنقول. رجعنا لكم تاني ومفهومنا هنتكلم فيه تاني. المفهوم ده والموضوع مش هيخلص. مش هيخلص يا منى والله، الموضوع فعلا مش هيخلص يا جماعه. موضوع ان انت تبقى فاهم اللي حواليك ومقدرهم ومقدر اختلافهم دي حاجه، والله فعلا ان انت تكون شخص اوبن مايند دي حاجه حلوه، بس انتوا ما تخليهاش بالمنطلق السيء ليها او المنطلق الحرفي للاسم، لا خالص. يعني خليك شخص كده يعني ايه، عارف تبقى مختلف بطريقه حلوه، مش تبقى مختلف بطريقه متمرده فجع عن المجتمع اللي انت فيه، دي حاجه مش كويسه خالص يعني بيه. فعلا حقيقي هي فعلا الحريه يعني مسؤوليه زي ما بنقول كده، الحريه فعلا مسؤوليه وشيء مهم جدا ان انا ابقى عارف يعني حدودي فين ومجتمعي برضو ايه المبادئ وايه القيم والثوابت اللي عندي ما بتعدهاش خالص، دي حاجه مهمه قوي واخد بالي منها. وكل انسان بيبقى يعني موضوع الحريه ده مطلب انساني يعني لكل الناس، فمحدش ما بيتمناش ان هو يكون حر، لكن يكون برضو بحدود، ما يبقاش فيه نوع من الهامشيه كده والعشوائيه في التعامل، لازم يكون كل حاجه في اطار معين. ففعلا الموضوع صعب قوي، موضوع ان هو الناس بتتحرر كده وتفتكر ان هي كونها يعني ان هي مثلا بس بتعتمد على لبسها مش على فكرها، فلا الحريه انا بشوف ان هي على الفكرة اكتر، يعني اركز على الشخصيه. احنا لازم نعرف اصلا معنى الاوبن مايند، يعني معنى الاوبن مايند الصحيح مش اللي الناس كلها عموما بقت بتتكلم فيه، او الرجال عموما بتتكلم فيه، او البنات عموما بتتكلم فيه. يعني بنات عادي انا انزل عادي براحتي علشان انا اوبن مايند. نفهم ان اختلاط المفاهيم ده بيؤدي لحاجات كثيره جدا سلبيه في مجتمعنا، فكل ما انا فهمت الحاجه غلط كل ما انا هعيش غلط. انا كل ما فهمت ان انا اتعامل باسلوب صح واسلوب راقي وافهم اللي قدامي، ساعتها بجد بجد هبقى انا شخصيه اوبن مايند. لان الاوبن مايند ده ان هو فعلا بيتقبل الراي الاخر، ان هو حد يكون شجاع، دماغه مش حد يعني دماغه مفتوحه فعلا، دماغه واسعه، افقه واسع كده، هو بيعمل القيم والتقاليد بس على دماغه هو. يعني انا ممكن البس اللي انا عايزاه بطريقه كويسه، ما تخليش المجتمع زي ما بنقول كده اللي هو ينتقدني لان بقينا عارفين طبعا الانتقادات بقت فظيعه، كل شخص بقى بينتقد او كل شخص بقى بيستنى ان هو ينتقد التاني. ففعلا ان احنا بنعمله بيخلي الناس تنتقدنا، بنحط يعني الصوره على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي مستنيين الرد الفعل السيء اللي هيجي، سواء تنمر سواء تدخل سواء انتقاد، وبيعتبروها ان هي حريه راي، كل ان هو الحاجات دي صعبة. ينتقد بطريقه مش حلوه، لا بالعكس التحرر مش كده يعني، او الحريه مش كده، هي عكس التحرر خالص. يعني الحريه مختلفه ان احنا بنقول كلامنا في حدود، لكن التحرر ان انا بكون في نوع من السطحيه شويه قوي، او ممكن يكون حاجه راجعه لاهوائي الشخصيه يعني، وبكسر قيود كتير قوي. فبجد فعلا الشخص المنفتح ده حد شجاع، وانا بشوف ان هو حد مسؤول كمان، ودي حاجه مهمه قوي ان احنا نربي في ولادنا ان هو يكون شخص منفتح مش منغلق على نفسه ومستقبل لكل حاجه، لان احنا مش عايشين في بيت يعني من ازاز ان احنا نشوف كل حاجه من بره وخلاص، بس مش بنتفاعل مع الشخص مع الاشخاص اللي حوالينا، او ان احنا مش بنتعلم ونكتسب مهارات ونكتسب كمان خبرات جديده. فالحاجات دي فعلا مهمه جدا، ويا ريت نبنيها او يعني نزرعها كده في اولادنا. وللاسف يعني وقتنا فعلا بيخلص. بشكركم جدا جدا اعزائي المشاهدين، كنت معاكم نيفين فران، وبحب حابه ان انا اشكر زمايلي الاعزاء رانيا جمال ومنى شحاته. بشكركم جدا جدا، دمتم في رعايه الله.